بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في بيان أنواع التربية المطلوبة لتربية جيل على نمط الجيل الأول، جيل الصحابة رضي الله عنهم، وتكلمنا عن التربية العقائدية والتربية الإيمانية والتربية الفكرية والتربية الخلقية. ونحن في النوع الخامس من أنواع التربية، هو التربية على الأداب النبوية والسنن المصطفوية. فمما ينبغي أن يتربى عليه الشباب المسلم الذي يهدف إلى إقامة الجيل المسلم وإعادة الخلافة على منهاج النبوة، الآداب النبوية والسنن المصطفوية. وهذه الأداب كثيرة، منها ما يتلقاه المسلم في بيته ومدرسته بالقدوة الحسنة. يعني كثير من هذه الأداب الإنسان بيتعلمها في بيته، إذا كان بيت يعني ملتزم يعني بالشرع، أو في المدرسة إذا كانت مدرسة يعني على المدارس الإسلامية على المنهج الصحيح. منها ما يتلقاه المسلم في بيته ومدرسته بالقدوة الحسنة. ولكننا في أزمنة عزت فيها الأسوة الحسنة وأقفرت منها أكثر بيوت المسلمين، فأكثر بيوت ليس فيها يعني أسوة حسنة، تجد الأم متبرجة، الأب مدخن حليق، البيت مليء بالصور بالتمثيليات الهابطة والأفلام الساقطة، فما فيش يعني قدوة يتعلم منها المسلم، أو البنت تتعلم يعني من أمها كيف الحجاب وكيف إمساك اللسان. فأغفرت يعني أكثر بيوت المسلمين من القدوة الحسنة، واستبدل بكثير منها الأداب الغربية الكافرة، فصارت الغالب على الناس الأداب الغربية والأذواق المستوردة من حضارة الغرب الكافر، كنتيجة طبيعية لانتشار الأجهزة الخبيثة كالفيديو والتلفاز وأجهزة استقبال البث المباشر. وصارت يعني بلاد المسلمين يعني بالنسبة للبلاد الكافرة يعني مثل الطفل الذي يقلد الرجل الفاجر، فكلما فعل الرجل الفاجر شيئا يعني هو مبهورين بالحضارة الغربية، بحيث أن هو كرجل فاجر إذا شرب الخمر فالطفل يظن أن الخمر يعني فيه نفع وفيه خير وفيه صلاح، فهكذا يعني. فاستبدلت كثير من السنن النبوية والأداب المصطفوية بالأداب الغربية الكافرة والأذواق المستوردة، وانتشار يعني الأجهزة الخبيثة أطاح بكثير من القيم الإسلامية والأداب النبوية، وقلت وقتلت غيرة الرجال وأضاعت حياء النساء، وصلت مجتمعات المسلمين لا تفترق كثيرا عن المجتمعات الغربية الكافرة. فعلى القائمين على المناهج التربوية الاهتمام بإحياء الفضائل والأداب الإسلامية ونشرها وإشاعتها والاهتمام بتدريسها، لعل الله عز وجل يبارك في هذه الجهود
ويستنقذ بها كثير من أبناء المسلمين حتى لا يجرفهم سيل المعاصي والشهوات والإعراض عن رب الأرض والسماوات. والله الموفق للطاعات والهادي لأعلى الدرجات. فهذه جملة من الأداب الإسلامية التي يجب الاهتمام بها: أداب بر الوالدين، أداب صلة الرحم، أداب الضيافة، أداب الجوار، أداب طلب العلم، أداب النظر، أداب اللسان، أداب الخلطة، أداب الذكر، أداب الطعام، أداب النوم، أداب السلام، أداب السواك، أداب العطاس والتثاؤب، أداب الاستئذان، أداب المجلس، أداب السفر، أداب الكسب والمعاش. طبعا يضيق الوقت عن الكلام عن كل هذه الأداب، ولكن نقتصر على ما يتسع له الوقت. فأول أدب هو أدب بر الوالدين، أن حق الوالدين بعد حق الله عز وجل وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. دائما يقرأ يعني بر الوالدين يعني بعد الأمر بعبادة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أحب إلى الله قال: الصلاة على وقتها، يعني في وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين، قدم على الجهاد. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. يعني بر الوالدين أمر مستمر، الإنسان محتاج للبر في الصباح والمساء، والجهاد يعني قد يتيسر له وقد لا يتيسر. فبر الوالدين يحتاج يعني إلى صبر. البر اسم جامع للخير وهو ضد العقوق، ومعناه الصلة وفعل الخير والتوسع فيه واللطف والطاعة. طبعا ترجع إلى كثير منها يرجع إلى العرف، يعني لو واحد مثلا والده ساكن جنبه أو في نفس العمارة لو تركه أسبوع لا يزوره، ده يعتبر نوع من الجفاء ونوع من العقوق. لو هو في بلد تانية قد يمكث شهر لا يزوره لطول المسافة أو لاحتياج السفر إلى مصاريف، وهو لا يملك هذه المصاريف، فقد لا يكون ذلك عقوقا. لو أبوه مثلا محتاج وفقير وهو الابن ربنا عز وجل وسع عليه، فكون يترك أباه يعيش على الكفاف وهو يتوسع جدا في المطاعم والمشارب، فهذا أيضا نوع من العقوق، لأن المفروض أنه هو يعني يعطي والده، ولا يعتبر هذا من يعني لا يجوز أن يعطيه من زكاة المال، لأن هذا واجب غير زكاة المال. أنه هو إذا كان الأب متيسر والابن محتاج يجب على الابن أن يصل والده، إن كان مريض يسعى في علاجه، إن كان يريد أن يحج يسعى يعني في يعني تيسير الحج له. فطبعا الأب والأم يعني الوالدين الأب والأم، والأم يعني أولى بالبر، لها ثلاثة أرباع البر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أحق بحسن صحابته قال: أمك. قال: ثم أي؟ قال: أمك. أمك. قال: ثم أي؟ قال: أمك. قال: ثم أي؟ قال: أبوك. فالأم لها ثلاثة أرباع البر. فيقول: البر اسم جامع للخير وهو ضد العقوق، ومعناه الصلة وفعل الخير والتوسع فيه واللطف والطاعة. من برهما النفقة عليهما إذا احتاجا، لقوله عز وجل: وصاحبهما في الدنيا معروف، حتى لو كان كافرين فلهم حق، ولكن فيش مودة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فلا مودة بين مسلم والكافر حتى لو كان أبا، ولكن يأخذ ابن أبوه كافر وفقير محتاج يعطيه، مريض يسعى في علاجه. ذلك قال: وصاحبهما في الدنيا معروف. وقوله عز وجل: وبالوالدين إحسانا، من برهما توقيرهما واحترامهما. عن هشام بن عروة عن أبيه أو غيره، عروة بن الزبير، أن أبا هريرة أبصر رجلين فقال أحدهما: ما هذا منك؟ فقال: أبي. قال: لا تسمه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. من برهما دعوتهما إلى الله عز وجل، ده من أعظم البر، أن يسعى في هداية والده وهداية والدته. إذا كان أبوه تارك للصلاة يتلطف يعني معه ويدعوه بلطف، يعني كما دعا إبراهيم أباه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، يقول: يا أبتي يا أبتي. من مع أن أبوه كان في غاية الكفر والجفاء، ولكن الواحد إذا دعا والده أو المرأة إذا أرادت يعني أن يعني تنصح زوجها فيكون بالأدب يعني. ومن برهما دعوتهما إلى الله. روى مسلم وأحمد عن أبي كثير السحيمي قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني،
ثم بين سبب ذلك فقال: إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتاب، يريد أن تسلم فتاب، فقلت لها فأبت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان مهتم بهداية أمه، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يدعو لأمه، فقلت أدعو الله لها، فدع، فأتيتها وقد أجافت عليها الباب، فقالت: يا أبا هريرة إني أسلمت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها في نفس الوقت إيه؟ يعني أسلمت، يعني الدعوة يعني استجيبت وأسلمت أم أبي هريرة. فقالت: يا أبا هريرة إني أسلمت. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت أدعو الله لي ولأمي، فقال: اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس. فلذلك ما كان أحد يعني يسمع يعني به يعني إلا يعني أحبه وأحب أمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهما بذلك. من برهما الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما بعدهما. عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة ليلة فقال: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. يعني أبو هريرة يدعو لمن استغفر له ولأمه. قال محمد: فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة، ونحن أيضا نستغفر لهما لأبي هريرة وأمه حتى ندخل في دعوة أبي هريرة رضي الله عنه. من برهما صلة أهل ودهما، وده يشمل إذا كانوا أقارب أو أصدقاء. يعني كما ورد في الحديث، حديث ابن عمر: إن من أبر البر صلة أهل ود أبيه بعد أن يولي. لو أبوه مات يعني يصل يعني عمه ويصل أصدقاء والده وأهل ود والده، كذلك مثلا لو أمه ماتت فيبر خالته، فهذه لأن الخالة بتسمى أم، فهذا من بره لأمه. أيضا إذا كان عليهم دين يقضيه، إذا كانوا محجوش يحج عنهما. يقول: من برهما قضاء دينهما والحج عنهما والوفاء بنذرهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهني أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت ولم تحج، أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ قال: نعم، لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم يجزئ عنها فلتحج عن أمها. والتشبيه بالدين يدل على أن أي حد ممكن يحج عن آخر حتى لو لم يكن وليه. يعني لو واحد مات وأراد يعني أحد المسلمين أن يحج عنه، إذا لم يحج فهذا يجوز، لأنه شبه بالدين، والدين يجوز لأي إنسان أن يقضيه. ما يشترطش أن يكون ابنه لا يقضي عنه الدين مثلا، أو أخاه أو والده. فتشبيهه بالدين يدل على العموم، أن مش بس الابن يحج عن والده، لا، أي حد ممكن أن يحج عن آخر إذا لم يحج. طبعا كلامنا مختصر جدا، وإلا فهذا الفصل ممكن أن يكون موسوعة في الأدب، ولكن اختصرنا الكلام جدا لأن ده جزء من يعني من إيه من جزء من 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 كل يعني هو الكلام عن الإيه التربية، هي التربية على الأدب النبوي. الأدب الثاني أدب صلة الرحم. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الله بطاعتكم إياه، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، ولكن بروها وصلوها. فهذا أمر بصلة الرحم وتحذير من قطيعة الرحم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائذ بك من الخطيئة. العياذ اللي هو اللجوء طلبا للحماية، والعياذ اللجوء طلبا لمنفعة. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجبره. فالله جل لما خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيع. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك، قال: فذاك لك. فذلك الحديث: الرحم شجنة، يعني من الرحمن من وصلها وصلت ومن قطعها قطعت.
فالذي يصل رحمه يصله الله عز وجل بكل خير، والذي يقطع رحمه يقطع عنه الخير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صلة الرحم من أسباب سعة الرزق، يعني أي إنسان بيصل رحمه بتجد فعلا يبسط له يعني في رزقه وينسأ له في أثره، يبارك في عمره. عن أنس رضي الله عنه مرفوعا يعني منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. قال السفارني: قال البلباني: واعلم أن مراد بصلة الرحم موالتهم ومحبتهم أكثر من غيرهم لأجل قرابتهم وتأكيد المبادرة إلى صلحهم عند عداوتهم. يعني لو حصل شيء بينه وبينهم أو بين يعني أرحامه بعضهم وبعض، فهو يسعى في الإصلاح بينهم والاجتهاد في إيصال كفايتهم بطيب نفس عند فقرهم. أن الصلة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة، والإصراء إلى مساعدتهم ومعاونتهم عند حاجتهم ومراعاة جبر خاطرهم مع التعطف والتلطف بهم وتقديمهم في إجابة دعوتهم. يعني إذا دعوه مثلا إلى طعام فهو يعني يلبيهم، وأيضا إذا دعا إلى طعام فيقدم أرحامه، والتواضع معهم مع غناه وفقرهم حتى لو كانوا هم فقراء وهو غني فيتواضع أيضا معهم، وقوته وضعفهم، ومداومة مودتهم ونصحهم في كل شؤونهم، والبداءة بهم في الدعوة والضيافة قبل غيرهم، وإيثارهم في الصدقة والإحسان والهدية على ما سواهم، تخدمهم في الإيه في الهدية والإحسان، لأن الصدق عليهم صدقة وصلة، صلة رحم وصدقة، وفي معناه الهدية ونحوها، ويتأكد فعل ذلك مع الرحم الكاشح المبغض، لأن هذا يرد ما في قلبي يعني من إيه من بغضاء. يعني كما قيل النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي أرحام يعني أصلهم ويقطعوني، فقال: إن كنت يعني تفعل ذلك فكأنما تسفهم المل، المل هو التراب الحار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يعني مش اللي بيستحق اسم إنه وصل رحمه، إن واحد بيحسن إليه ويحسن إليه، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يقول: ويتأكد فلذلك مع الرحم الكاشح اللي هو المبغض، عسى أن يرجع عن بغضه إلى مودة قريبه ومحبته. فالإنسان حتى مش بس مع الأرحام، بس لو في صديق جفى عليه أو أساء إليه، لو أرسل له بهدية فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني مقابلة الإساءة بالإحسان بيقلب البغض إلى محب، يعني هو أساء إليك وإنت تحسن إليه. فهذه طبعا لا يستطيعها كل أحد، بل أهل الإحسان هم الذين يضرؤون بالحسنة السيئة. فإنسان لو أساء إليك وأنت أحسنت إليه، ثق تماما أن البغضاء التي في قلبي سوف تنقلب إلى مودة. يقول في الحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. واعلم أن هذا كله ليس واجب، أكثره مندوب كما يعلم. أدب الضيافة. عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي يعني يمكث عنده حتى يحرجه. يعني لو نزل عليك ضيف فأول يوم تتكلف له، تصنع له طعام وتتحفه بالتحف. الضيف لو ضيافة 3 أيام، اليوم الثاني يأكل من طعام البيت، والثالث يأكل من طعام البيت. وقالوا أيضا تجيزه يعني بما يكفيه ليوم، يعني قال: أجيز الوفد بما كنت أجيزهم. كان ما يجي له وفود من وفود العرب يعني تعلن إسلامها، كان يضيفهم، وعندما يسافرون يزودهم، يعطيهم تمر مثلا يكفيهم مرحلة أو يكفيهم يوم وليلة. فالضيافة 3 أيام، الجائزة اليوم الأول واليوم الثاني والثالث من طعام البيت، ولا يجوز للضيف أن يجلس عنده حتى يحرجه أو حتى يؤثمه ويظن هو آثم أنه مش قادر يعني يضيفه.
قال ابن بطال سئل عنه مالك فقال يكرمه ويتحفه يوما وليلة وثلاثة أيام ضيافة. قلت واختلفوا هل الثلاث غيرها أو بعد منها، يعني هل هو يوم وليلة اللي هو الجائزة وإن ثلاثة أيام، ولا اليوم الأولاني وتكملة الثلاثة أيام؟ فهو الراجح الثاني إنه هو إيه، إن هو ضيافة ثلاثة أيام الأول الجائزة. قال أبو عبيد يتكلف له في اليوم الأول بالبر والإلطاف، وفي الثاني والثالث يقدم له ما حضره ولا يزيده على عادته، ثم يعطيه ما يجوز به يوم وليلة، يعطيه هدية. وهذه الأخلاق موجودة حتى الآن عند العرب، إن واحد نزل ضيف ومشي يعطونه هدية هدايا، ثم يعطيه ما يجوز به يوم وليلة، وتسمى الجيزة، وهي ما وهي قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل، يعني كأنه ينزل قرية تانية أو ضيافة ناس آخرين، لأن قد يكون هذا الضيف عابر سبيل، فيعطيه بما يزوده إلى المكان الذي يصل إليه. ومنه الحديث الآخر أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. وقال الخطبي معناه أنه إذا نزل به الضيف أن يتحفه ويزيده في البر على ما بحضرته يوما وليلة، وفي اليومين الآخرين يقدم له ما يحضره، فإذا مضى الثلاث فقد قضى حقه، فما زاد عليها مما يقدمه له يكون صدقة. بقى أكثر من ثلاثة أيام ويعتبر ذلك أي صدقة. ذكر الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام أنه كان مضيافا كريما، وكانت له روغتان، روغة شجاعة وروغة كرم. قال تعالى فراغ عليهم ضربا باليمين، يعني على الأصناف ضربا باليمين، إشارة إلى قوة الضرب. وقال تعالى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، لما أتاه الأضياف فما قالهمش مثلا تتعشوا ولا تناموا خفاف، لا يعني، فهو راح من توي فأتى بعجل سمين قربه إليهم قال ألا تأكلون. يقول فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وراغ معناه ذهب بخفية، هو مش هيمن عليهم قبل ما يأتي بالطعام، لا ده هو من غير ما يحسه راح وجاب عجل سمين، يعني حنيذ يعني مشوي. وراغ معناه ذهب بخفية. وأيضا من الكرم فقربه إليهم، الإنسان أن يقرب الطعام إلى الأضياف هذا من الكرم أيضا، أداب الضيافة. قال ألا تأكلون، وقوله بعجل سمين هو أجود البقر، وهذه عادة الكرماء المرحبين بضيوفهم. أداب الجوار. عن أبي شريح الخزعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، وده من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر مقصود المبالغة في إتيان هذه الأفعال، هذه أفعال من يؤمن بالله واليوم الآخر، كما تقول لولدك إن كنت ابني فأطعني، فزي إن كنتم مؤمنين، يعني ينبغي أن تفعلوا ذلك إن كنتم مؤمنين. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يقول وتخصيص اليوم الآخر بالذكر لأنه رجاء الثواب والعقاب كله راجع إلى الإيمان باليوم الآخر، ومن لا يعتقده لا يرتدع عن شر، أن عارف أن في يوم حساب، في وقوف بين يدي الله عز وجل، في جنة وفي نار، فينبغي أن يكون ذلك نصب عينيه، يعني في كل فعل في كل قول في كل حال أن يكون ذلك نصب عينيه، ولا يقدم على خير، ومن لا يعتقده لا يرتدع عن شر ولا يقدم على خير. فالدافع للخير والشر هو الخوف والرجاء، رجاء الجنة والخوف من النار، وتكريره للاهتمام والاعتناء بكل خصل. أنا ما أقلش إيه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره وليكرم ضيفه وليقل خيرا أو ليصمت، ولكن كرر كل مرة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فده من إيمان البلاغة النبوية صلى الله عليه وسلم، فتكريه الاهتمام والاعتناء بكل خصلة يعني على حدة. وقوله فليحسن إلى جاره، والإحسان إليه أن يعينه على ما يحتاج إليه، أيضا يرجع فيه للعرف، يعني إحسان إلى الجار أنه هو يهديه مثلا،
لو أكلوا مثلا طعام أو شيء يعني زائد، إن هو لو الطعام الذي أتى به يكفي أولاده فيدريه عن جاره وأولاد جاره، يكثر المرقة ويهدي لجاره، يعني يتحفه بالهدية بالإحسان بالملاطفة بالكلام الحسن بالسؤال عنه إذا مرض وهكذا. فليحسن إلى جاره، يقول الإحسان إليه أن يعينه على ما يحتاج إليه ويدفع عنه السوء ويخصه بالنيل لئلا يستحق الوعيد والويل. وهذا أروع من قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية فلا يؤذي جاره، يعني كلمة فليحسن إحسان زيادة عن إيه؟ عن الإذاء، فلا يؤذي جاره، فممكن ما يؤذي جاره لكن لا يحسن إليه. والأذى بغير حق محرم على كل أحد، لكن في حق الجار أشد تحريما. وفي الحديث فليكرم جاره، والإكرام أكثر من أن يكون بالمال، يعني إكرام بالاستقبال بوجه طلق، سؤال يعني عنه، مساعدته، قضاء حوائجه، والإكرام بطلاقة الوجه والكلام الطيب والإطعام. وقد فسر عطاء الخراساني حق الجار بالإعانة والإخراض والعيادة والتعزية والتهنئة واتباع الجنائز، وألا تستطيل عليه في البناء حتى تحرمه من الريح والشمس مثلا، أنه يقدم مصلحته على مصلحة جاره، حيث أنه يعني يعمل جدار مثلا يحجب عن جاره الشمس أو الهواء. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي خلي الجار من الورثة الشرعيين زي الأولاد وزي الزوجة وزي الأب والأم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من كثر ما جبريل يعني أوصى بالجار يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وطبعا حق الجار بيبقى حتى لو كان يهودي أو نصراني، ولكن المسلم يكون له حق الإسلام وحق الجوار، ولكن تاني يكون له حق الجار، يعني حتى ممكن يهدي له مثلا بهدية أو وطبعا مودة مقطوعة أيضا. وقوله سيورثه أن يأمر بتوريث الجار من جاره بأن يجعله مشاركا في المال مع الأقارب بسهم يعطاه مسلما كان أو كافرا عابدا أو فاسقا. قال حسن ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار احتمال الأذى، الواحد يحتمل الأذى من جاره، مش بس يكف أذاه عنه بل يحتمل الأذى، فهذا من حسن الجوار. أداب طالب العلم، طبعا كلام مختصر جدا يعني حتى المجال لا يتسع لأكثر من ذلك. ينبغي يعني لطالب العلم أن يستحضر نية الإخلاص في الطلب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من طلب علما مما يبتغى به وجه الله، هو علم الآخرة أو علم الشرع، لا يطلبه إلا ليصيب به عرض الدنيا لن يجد عرف الجنة يوم القيامة. وبيتعلم عشان يأخذ شهادة مثلا، عشان الفلوس أو عشان منصب أو عشان جاه أو حتى يقال فلان دكتور مثلا. فإذا كانت هذه نيته لن يجد عرف الجنة، يعني ريح الجنة يوم القيامة. ينبغي له أن يطلب العلم النافع، وهو علم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لا يطلب علم الكلام والفلسفة وما ضرره أكثر من نفعه. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. وقال بعضهم كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك فوسواس الشياطين. ينبغي له كذلك أن يختار من يتعلم منه، ولا يتعلم إلا ممن ظهرت ديانته واشتهرت صيانته. قال مالك بن أنس إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالعلم الشرعي ده دين، فالإنسان يأخذ الدين عن أهل التقى والورع والعفاف والكفاف، لا يأخذ من مبتدع ولا من فاسق. يعني كان بعض الدعاء أفضل إلى ما قدم، كان يقول خذوا قرآني ولا تأخذوا دخاني. هو طبعا مثل هذا لا يأخذ منه قرآن ولا دخان، يعني فالمفروض أن الداعية يكون قدوة يعني في كل شيء، يعني ويكون يعني أسوة يعني حسنة. فينبغي أن يطلب العلم ممن اشتهرت ديانته وصيانته، وينبغي له أن ينظر إلى معلمه بعين الاحترام والتوقير، فإن هذا أقرب إلى الانتفاع به. يعني كان بعض السلف إذا ذهب طالب العلم يتصدق بصدقة ويقول اللهم أخفي عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني، لأن المعلم لو كان يتجرأ على فضول مباحات أو مكروهات
فهذا ما يجرئ يعني طالب العلم. وطبعا في المقابل ان المعلم ينبغي ان يتجنب فضول المباحات والمكروهات والا يراه يعني التلاميذ الا في احسن يعني هيئه والا في احسن يعني حال. ينبغي له ان يتجنب. قال الربيع: ما اشترأت ان اشرب الماء والشافعي ينظر الي هيبه له. الربيع صاحب الشافعي يقول: ما اشترأت ان اشرب الماء، يعني من هيبتي من معلمك ان لا يشرب الماء والشافعي ينظر اليه هيبه له. وكان ايضا الشافعي كان يقول: كنت اقلب يعني الورق يعني بين يدي مالك يعني قلبا يعني رفيقا يعني لئلا يزعجه، يعني يكون في منتهى الادب يعني امام شيخه. وانه لا يلتفت يعني امامه ولا يقول قال فلان خلاف ما يقول، ولا يشيرن يعني باصبعه، ولا يغمزن بعينيه، ولا يعبث يعني بانفه او بلحيته امام يعني معلمه. يعني هناك اداب ينبغي ان تراعى. ينبغي ان يتجنب الاسباب الشاغله عن التحصيل الا سببا لا بد منه للحاجه، فالعلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. ما يبقاش وقت طلب العلم اللي هو الفضله بعد ما يشتغل 10 ساعات وياكل وينال كل المباحات والمشتهيات يبدا يطلب العلم. فالعلم لا يعطيك يعني بعضه حتى تعطيه كلك، ولا ينال العلم براحة الجسم. ينبغي له ألا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة، ولا يضحك ولا يكثر الكلام من غير حاجة، ولا يعبث بيده، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا من غير حاجة. من ذلك أن يدخل على شيخه كامل الخصال متطهرا ملتزما بالأداب الشرعية الظاهرة والخفية، كالتنظيف بإزالة الأوساخ ونتف الإبط وإزالة الروائح الكريهة وتسريح اللحية والتطيب. من ذلك أن يعمل بما يتعلمه. قال بعضهم: يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ومن العمل بالعلم تعليمه، والله موفق للطاعات والهادي لأعلى الدرجات. موجود طبعا في البحر الرائق يعني أكثر من ذلك بالنسبة لأداب طالب العلم وأداب المعلم. الأدب السادس هو أداب النظر. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هنا يعني أداة شرط مقدرة: إن قلت للمؤمنين غضوا يغضوا، هذا شأن الإمام. فقال قل للمؤمنين يغضوا، ما قالش يغضون، لأن في أداة شرط مقدرة: إن قلت للمؤمنين غضوا يغضوا، هذا شأن الإيمان. وقرن يعني أمر بغض البصر وحفظ الفرج، وقرن بينهما لأن غض البصر وسيلة إلى حفظ الفرج، كما قال بعضهم: ألم تر أن العين للقلب رائد فما تألف العينان فالقلب ألف. فكأن العين رسول القلب، فإذا ألفت العين ألف القلب. فقرن بين الأمر بغض البصر وحفظ الفرج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطأ. فده تنفير من إطلاق البصر والاستماع إلى الكلام الفاحش والأغاني فسمى كل ذلك زنا. يقول: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطأ، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. وعن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. نظر الفجأة الإنسان يقع بصره على يعني حرام دون قصد أو دون نية، وذلك يكون الأولى لك والثانية عليك. فالشرع ما قالش يغمض عينه، ولكن قال أنه لو رأى شيء يعني محرم أو مما يشتهى فهو يعني نفس بتطلب مزيد من النظر، زيادة في النظر. الشرع يقول: لا، قلل النظر. ولكن لو وقع على محرم يصرف يعني بصره، فالأولى لك والثانية يعني عليك. قال النووي: ومعنى النظر الفجأة أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد، فلا إثم عليه أن يصرف بصره في الحال، كما قال عن طلب: أغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواه. مع أنه كان شعرا جاهليا، ولكن عنده مروءة وعنده شهامة. يقول: فإن صرف في الحال فلا إثم عليه، النظر بدون قصد،
والأعمال بالنيات. وإن استدام النظر أثم لهذا الحديث، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بصرف بصره مع قوله تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وهذا أمر ظاهر أمر الوجوب، فواجب يعني غض البصر. وطبعا الإنسان إذا فسدت عينه فسد قلبه، لأن أوسع الطرق طريق بين العين وبين القلب. إنسان إذا كان كلما رأى صورة محرمة أرسل بها إلى قلبه وانطبعت في قلبه يصير قلبه كالمزبلة، فلا يصلح لمحبة الله عز وجل وعبادته. تتأكد هذه الأداب الشرعية مع كثرة تبرج النساء وقلة حيائهن، فالواجب على المسلم أن يحرص على سلامة قلبه ورضا ربه بغض بصره، فالنظرة سهم مسموم من سهام إبليس. يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي، وباعث الطرف يرتاد الشفاء له طوقه إنه يأتيك بالعطب. يعني النظر المحرم مش هتشفي القلب، بل بتزيد اشتعال الشهوة في القلب. يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي، يعني كأنه بيرمي سهام غرضها قلبه، كأنه يرمي قلبه بسهام، فيقول أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي، وباعث الطرف يرتاد الشفاء له طوقه إنه يأتيك بالعطب. كما قال يعني بعضهم ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح، وتظن ذاك دواء جرحك وهو في التحقيق تجريح على تجريح، فقتلت قلبك باللحاظ أو البكاء، فالقلب منك ذبيح أي ذبيح. وقال بعضهم كنت متى أطلقت طرفك يوما رائدا لقلبك أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. أن الأمر ما بيقتصرش على النظرة، يعني هو نظرة محرمة ففتح باب للشيطان، فيدخل الشيطان من هذا الباب، يعني أسرع من دخول الهواء إلى المكان الخالي، من أجل أن يزين صورة المنظوم إليه منظور إليه ويجعله صنما يعكف عليه القلب ويشوش القلب، وقد يدفع الإنسان يعني إلى الوقوع في الفاحشة. أداب اللسان، قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقال صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. كلمة قالها من غير ما يفكر فيها أو لا يدري، يعني يقولون الكلمة عند السلطان الظالم، يعني يقول أن فلان مثلا قال كذا، قد تتسبب في قتل يعني إنسان أو سجنه أو تعذيبه. فالعبد يتكلم بكلمة ما يتبين فيها، وذلك يقولون أن قلب لسان المؤمن أمام قلبه، فإذا أراد أن يتكلم بكلام تدبره بقلبه ثم أمضاه، وإن لسان المنافق أمام قلبه، فإذا أراد أن يتكلم بكلام تكلم به ولم يتدبره بقلبه. يقول الإمام النووي في حديث إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. قال النووي في هذا الحديث حث على حفظ اللسان، فينبغي لمن أراد أن ينطق أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق، فإن ظهرت فيه مصلحة تكلم وإلا أمسك. وآفات اللسان كثيرة خطيرة، منها الكلام فيما لا يعني، وفضول الكلام والغيبة والنميمة وكلام ذي الوجهين والمدح والقذف وشهادة الزور والكذب والقول على الله بغير علم. وإن من أهون آفات اللسان خطرا الكلام فيما لا يعني، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وقال سهل بن عبد الله لو التستري من تكلم فيما لا يعني حرم الصدق، والغيبة والنميمة فالكلام فيما لا يعني من أخف آفات اللسان، ومع ذلك من تكلم فيما لا يعني حرم الصدق. وقال الحسن من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعني، فكيف بالغيبة والنميمة والزور وأي ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي هذا القدر بالنسبة لكتاب التربية، ونسير جولة أيضا مع الصحابة رضي الله عنهم.